حياكم الله مشاهدي شاشة دجلة الفضائية، وكل عام وأنتم بألف خير. عيد أضحى مبارك عليكم وعلى أهلكم وأحبابكم وناسكم وعلى وطنكم. التحدي هذا إيه الحمد لله والشكر يعني توفيق من رب العالمين، وقدرت احقق الشيء اللي ببالي انه تدرس في مجالك، مجال الفن وتخصص تلفزيون. للبعض يصوره شنو الفائده منه؟ بالعكس، بنظريات باساليب وبطرق، فانت من تدرسها علميا وانت اصلا ممارسها راح تكون عندك سهله. انا اخذت الاطروحه مالتي الفاعل الكوميدي في الوسيط السينماتوغرافي، الفاعل الكوميدي في الوسيط السينماتوغرافي، يعني في السينما والتلفزيون. زين. جدلية الفاعل
ناسي. شوف اي صحيح، هو انت لازم يصير عمليه تبني، والممثل الحقيقي هو اللي يقتنص اللحظات والحياه اليوميه. فانا بطبيعتي اقتنص كل شيء ما اشوفه بالسوق، داخل الصف، بالمول، بالمستشفى، باي يعني باي مكان. يعني عام افكارك هاي جروز؟ لا لا مو الافكار، اقتنص الشخصيات وممكن اخليها ببالي، يجي يوم اتقمصها واطوعها واوظفها داخل العمل الفني. يعني اي اي مو هي يعني هذا من واجبات الممثل الكوميدي الناجح. يعني انت تلتقط شخصيات موجوده بالحياه، سواء اقربائك اصدقائك، ممكن هاي الشخصيه توظفها داخل الشخصيه التلفزيونيه. لحظه، شوف انا سخلت بالي من المنظر، شوف منظر جمال، منظر جميل جدا، وتحسب الى المخرج واداره القناه في اختيارها لهذا الاماكن وهذا اللوك الحلو. انه نطلع رحله قبل بغداد طالع يعني، بس مو بشكل مركز، يعني انه عباره عن لقاء تلفزيوني اكو لقطات. لا عندنا مشاهد كان في مسلسل دلاب الدنيا، دلاب الدنيا للمخرج جمال عبد الجاسم، كانت هناك زفه نهريه بزوارق بسيطه. زفه نهريه؟ اي زفه نهريه، يعني ويانا فد 20 زورق. اي جديات. اي والله. اي والله حلوه، يعني هذه المسلسلات الحلوه. ومره ايضا صورنا مسلسل قسطره تركيا، كان التايتل وبعض الحوارات في يخت بس طابقين يعني. زين هسه انت بالمي ايش تريد تقول بقلبك؟ دائما انا احب اسال هذا السؤال، لان دائما هو المي شوف هو التوجه الاول للبشر من يضوج، من يختنق، يريد صحيح يغطي كل اللي بداخله، كل ما عنده قدام المي. مرات ناس تعيط قدام المي. اي صحيح، شوف المي وهدوء وجريان المي يخلي عندك صفاء ذهني، تسترخي اكثر. لذلك من احلى المهن هي مهنه الصيد. الصياد نيجي على اللي يحط السناره والخيط يصيد، مو كل لحظه يصيد، يجوز نص نهار لا يحصل السمك ولا، بس هي بها رياضه الصبر، ويعيش حاله سكينه مع المي وهدوءه. احنا محتاجين، احنا كعراقيين بالذات، ما اقول غير بلدان، محتاجين الى الهدوء، لأن ضجيج، ضجيج فكري وضجيج بالمحيط اللي أنت تعيش به، ضجيج آراء مختلفة، تناحر. فأنت محتاج على وجه الخصوص الفنان يحتاج إلى صفاء ذهني حتى يقدر يبدأ، وهذا الصفاء الذهني ما تقدر أنت تفرضه، أنت تروح له. زين شو كنت دكتور إحسان حس أنه ذهنه كلش مشوف، أنا تعبت بدا أقدر. اي هاي طبعا في عدم فجر بعد، ربي ساعدني. صحيح طبعا، احنا شوف الانسان هو بشكل عام يعيش في مجتمع، وبالتالي اذا كان متزوج فهو اب وعنده ابناء في المحيط الاسري. انت عندك كم ولد؟ انا 4 بنات وولد. الله يحفظهم لك يا رب. الله يسلمك. فالمعترك العائلي لازم انت تقسم وقتك لوقت البيت واحتياجاتهم، ووقتك للدراسه، ووقتك لفنك. الفن ما ممكن يجي بسهولة، فيراد له إعداد، إعداد ذهني وإعداد قراءة ومشاهدات، حتى بدني. بدني بالضبط. هسه أنا الجانب البدني هاملة شوية، عندي كرش هاملة، صار عندي ترهل. تتمرن تروح. لازم يومي أقول باكر شنو الأيام، مثلا الاثنين الجمعة جاية أتمرن. أكو ناس راح تدفع اشتراك ومترو. اي اكو بيهم، مو هو يحتاج له وقت. زين انت طلعتني من السؤال. اي ارجع لي كان اقوى شيء دائما من يكون عندي عمل وفترات الدراسه. الدراسه مخاض، عمليه بحث، ولاده، انت يعني
يا ربي، وان شاء الله الصحه والسلامه تكون دائما رفيقه لدربك انت وعائلتك. الله يسلمك للجميع وناسك حبيبي عماد، ما تقصر. هناك بدور بالانجلوزو، انا طبعا من متابعين هذا البرنامج. اي ابو ديزي، احس انك توصف لي الشعور اللي انت بي بطريقه عبودي بسرعه. طبعا هو طبعا هذا الدور دور جديد علي وجديد على الدراما العراقيه، بحيث لون جديد. واول ما قدمنا اول فكره من الاستاذ اسامه الشرقي قال لي هذا دور جديد، قلت له هذا يمكن يضعفني او يعني يوقعني، وانا جمهور عندي واريد اسعده واريد اقدم له. قال لي لا، خليك انت لازم تبتكر شغلات جديده ونبتكر حتى نقدم شيء صح. فدائما التجربه الاولى تصير بها خطوره وخوف، من حقك انت كفنان او كاعلامي تقول هالبرنامج يمكن يوقعني او يطورني. فقال خلي الثقه عندك وانت عندك امكانيه، لكن ماكو مخرج طلع من حصان اشياء. فعلا يعني هو انا اشتغلت مع اعتزازي بالمخرجين، كل مخرج له اسلوبه. اسامه الشرقي طلع من حصان هواي شيء جديد. مهند ابو خمره بالكرتون طلع من حصان اشياء جديده. فكل مخرج له اسلوبه. فما يخص الانجلوزو شخصيه حلوه وتفاعلت بها الناس لحد الان. خذ راحتك هسه، خذ راحتك انت وياه، استرسل وياه براحتك يعني. والله يا عماد ما ادري. تباي افريد ذا ايباد اند ليث باخذ افلاح بلاتشة بالبرامج، واحنا هنا بدهر تشله ذا سويم، انا ما اعرف سويم ذا بيبل ان ذا خطور، احتمال انشبح كل شيء يصير. كل عام وانت بخير، ايدينغ سعيد. الحمد لله. مشاهدينا الاحبه خلينا نروح لفاصل وبعد لنا عودة. مشاهدينا الاحبة رجعنا وياكم بعد هذا الفاصل، واليوم العيد، عيدي انا بوجود الدكتور حسان دعدوش. حبيبي يا عماد، ادور حبيبي، انا سعيد جدا بهذا البرنامج الجميل، اتمنى لك النجاح والموفقية. قبل شوية تدري كلها تضحك، سقطت لنا هذا كله. شوف هي ماكو احلى من الابتسامة، ارتجالك يجنن. الله يخليك. اليوم الابتسامة البلدان ووجه المجتمع. هم حسيت بروحك قلت أنا غلط، أنا هنا أنا المفروض بغير مكان صراحة، من غير مجالي؟ لو مجالك. مجالي ما أقدر أزاود عليه، مجالي أنا اختاريته بإرادتي، لأن دخلت للمعهد بإرادة وصنعت نفسي بإرادة. صنعت نفسك بإرادة, بإرادة. ما جيت على طبق من ذهب، والدليل أنا صار لي 30 سنة بالمجال، يعني حتى النجومية جيت متأخرة، لكن جدتي قد عمري يعني تدري. الحمد لله والشكر. يعني شرف. قلت لك هو الفنان لا يموت، عطاء يعني صح. مستمر. انا شفتك همينة بتقديم البرامج، برنامج الليله ويدعدوش، اخر برنامج لي تجربه جديده على حلوه وصعبه ايضا، يعني رغم هاي الخبره اللي عندي، لكن واجهت صعوبه باول حلقه لكون البرنامج مو
اعتيادي وبيه محطات، وكل محطة لها لون خاص. يعني عندك الهيدفون، عندك المحاورة على الأسئلة العشاء 9 نجوم، عندك أسئلة سريعة الإجابة، عندك غناء ليبسينج، عندك معلومات أبديت ويا الشخص الموجود. هاي كلها مغلفة أنه أنت تقدم الفنان بأحلى طريقة ما تنتقص منه. أنت بس هاي أول مرة تقدم برامج يعني من هالنوع. أنا أعرف أنه أنت مقدم إذاعي، إذاعي وحتى قدمت بإذاعة دجلة، يعني قدمت مؤسسين أنت إذاعة دجلة، راديو دجلة من المؤسسين. أي سنة؟ بال2005 ما شاء الله. 2005 كان عندنا برنامج اسمه أنت من أهل البيت، تلفزيون وإذاعة. الحمد لله. فهذا تجربة أنا ردتها حتى تسقل صوتك وتسقل جرأتك مع المستمع، لأن يعني أنت عندك برنامج لايف مو تسجيل. صح. ذني البرامج وصعودك على المسرح كمواجهة حقيقية ذني أهل الفنان. مشاهدينا الأحبة، بعد ما رجعنا من هذا الفاصل ومستمر ويانا الدكتور ها شنو هاي؟ القبطان. ايش قاعدك هنا؟ دقيقة شنو تصرت القبطان؟ اي يابا يمكن طسة دخل زين زين دلوش هاي؟ حتى غير سرق كيفك كيفك ما عندي مسح. انت هسه صرت القبطان تمام؟
بالأماكن الصحيحة. اختصاص صناعة أخليه سيادة الرئيس بالصناعة. هو يعني هسه احنا قلنا المكان المناسب اي هاي مسؤولين مو اكو كفاءات اكو 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 موظفين اكو مدراء عامين كله قرار واحد قرار ثاني قرار واحد ها اوكي هاي تشملها انه الشخص المناسب في المكان المناسب زين. ثانيا افتح تبادل علاقات مع كل دول العالم اعتقد مخوش قبالتي هسه وين سيطرة شنو؟ لا طلع عشر مادهن يمكن شنو؟ الله على روحك ماشي؟ الطيبة والحلوة هلو تمام وقالوا لي إذا تفر بالعكس ما عتيمنا هسه هو افتح كيفك وتبع اليومك هاي؟ هذا قرار ثاني قرار الثاني أنه كيفك سيتي يقول رجعنا بالضبط الله خوش خطان أنت طلعت الانفتاح على العالم الانفتاح؟ على العالم اقتصادياً ماكو دول معينة أظل أنا حبيس إلها زين. كل دول العالم ومثل ما يقول أنه أيضاً فتح باب الاستثمار مع كل أنحاء العالم حلو اليوم أنت وجود الشركات الأجنبية في أي بلد هناك راح يصير تطور كبير تطور عمراني هذا دور يعني أهم يعني مفصل أكو مفاصل كثيرة لكن الرقابة على الإنتاج الدرامي صدق أنا أشوفك وايد مبتعد عن المسرح حكينا بالمسرح المسرح أنا من فرسان المسرح طبعا هو أقول لك ليش مبتعد عن المسرح ابتعدت أولا البلد مر بظروف هواي ظروف يعني مر بها البلد وهواي أسباب عندي منها البلد منها انتشار وحداثة التكنولوجيا الموبايل والإنترنت المواقع زي. اليوتيوب ثالثا رداءة النصوص رداءة النصوص والاستسهال في العمل المسرحي أنا مع النوعية وليس الكمية عملت مع مخرجين مهمين خذ يمين لكن لذلك هواي مسببات واتمنى ان شاء الله بالقادم الايام العوده الى المسرحيه اعتقد لو تاخذ يسرى مو كيفك لو صحيح سيتي اقول صحيح يا زين فلذلك
أتمنى إن شاء الله عودة المسرح الشعبي. يعني هسه دكتور أحسان ما مقتنع بكل ما يعرض بالمسرح؟ لا لا، هناك أعمال جيدة جدا، أعمال لاقت صدى جميل، لكن نحكي على البعض، على بعض المسرحيات، ليس كل. هناك مسرحيات عريقة ظلت في ذهن الحالية. أنا دحكي عليها الحالية، إن أنت ما تقدر تقيم. أنت لا تقدر تقيم، أنت دكتور الحالية. لا لا، هسه إذا أريد أقيمها نعم أقل الربع كتقييم. مرات القصة حلوة بس المعالجة خطأ، ومرات المعالجة حلوة لكن الأداء غير جيد، ما يراعي ذوق المتفرج. هناك أعمال جيدة بس قلت لك النسبة وتناسب. أنا برأيي أقل النص يعني، أو أقل الربع. زين، شنو تقدم للمسرح هسه أنت إذا كنت نقيب الفنانين؟ أولاً أوفر أهل كل المسارح. تأهله؟ ما متأهله هسه على المسارح؟ تتأهل ويصير هناك نظام الاستثمار، لكن يعني نسبة قليلة أنه أو شيء رمزي للجهة المنتجة، لكن عفواً للجهة المستضيفة. تعرف أغلب الفرق مجموعة فنانين وهم ارتزاقهم على المسرح، إذا كانت مناصفة مع الجهة المستضيفة ما راح يكون هناك مردود، لكن نتمنى أنه المسارح يكون هناك نسبة، كان يكون مثلاً 20% من البطاقة و 80% للفريق العمل حتى الفنان يقدر يستدرك. سؤال بصدد هذا الموضوع، أحسان دعدوشي سيقبل عائلته تروح للسينما واحدة للمسرح العفو واحدة؟ لا، أختار المسرحية فعلاً. إحنا هذا كان هاجسنا، إنه ليش ابتعدت العائلة العراقية عن مشاهدة الأعمال؟ ما تخلي عائلتك تروح للمسرح؟ لا طبعاً، مو بس أني، هواي كثير من العوائل يقول لك إحنا نروح خاف نشوف الفاض نابية ونشوف مسرحية مخجلة. أنا هذا أصل طيب، مو لقاء، تحقيق هذا. ماذا لو كنت مالك قناة تلفزيونية عراقية حالياً؟ اي طبعا، هاي طبعا مسؤوليه ليست سهله. اداره القناه لازم انت تراعي ذوق الناس وتقدم كل ست كل احتياجاتهم. راح تقول لي شلون؟ شلون؟ طبعا حق لك شلون؟ اكيد من حق المشاهد يشوف برنامج سياسي بسيط، او يشوف اخبار سياسيه، يشوف البلد وين وصل.
وبعدها نرجع. انت من سوي تشكيله بتجيب لاعبين اساس جيدين اقوياء راح تضمن ما تخسر، تضمن تعادل او الفوز، يعني انت الخلطه يمك. فلذلك كذلك المسلسل بيه ادوات نجاح انتاجيا اخراجيا، سيناريست جيد ونص جيد، اضافه الى ممثلين محبوبين بالشاشه، راح تكسب نجاح مقطع النظير. زين اجتك هم فرصه عمل خارجي لو لا؟ حاليا يعني قبل سنتين صارت فرصه، لكن شنو الفرصه كانت؟ عمل عربي مع الخلايجه باشراف الاستاذ اوس الشرقي. لكن اوس هوايه متعمق بشغلك بحياتك، هو اسامه استاذ اسامه هم يعني قلت لك التعامل معهم جيد. عجبني شو التعامل اللي يصير وياهم؟ هم تعاملهم واضح ونفس الوقت تعامل جدي، يعني الالتزام، العطاء، عدم الثرثرة. انت تعرف هناك مثلا بعض الممثلين
الثرثره في الكواليس. زين. كل الناس ما تحب الثرثره. يحبون القال والقله. بالضبط. زين هذا على صعيد العمل. اي نعم. زين على صعيد صداقتكم. صداقه موقف وياك انت وياهم مثلا. يعني صداقه كلش قويه وحلوه مبنيه على الاحترام والتقدير، يعني ما ما نتجاوز اكو حدود ما تتجاوز. هسه كثير نشوف ان السكتشات موجوده. اي نعم. مثل ولايه بطيخ وغيرها يعني من السكتشات، رايك انت بها السكتشات هم تشوفها ناجحه؟ شوف اريد دكتور احسان يحكي. احكي لك علميا يعني. نعم. علميا ولو اختصاص. اليوم العالم انفتح على هذا النوع من الاعمال التلفزيونيه. السكتشات والسيت كوم. السيت كوم يختلف عن المسلسل الاصلي. بارتات مختلفة. صح. كل بارت له بيه موضوع. مجموعة بارتات يكونن برنامج. فريق ولاية بطيخ تحياتي لهم وكل عام هم بألف خير. قدروا هاي المجموعة الشابة انهم يطلعون ببرنامج كوميدي لاقى استحسان الناس وتجددوا واضافوا الى عددهم، كانوا عددهم قليل. فتح الافاق امام ممثلين الشباب. انا اعتبرها نافذة حلوة. يعني قدمت الفنانين بشكل جيد واكيد الخبرة لها تأثير، واتمنى ان شاء الله في الايام القادمة يتوسع هذا الفريق ويتوسع مضامين. نصيحتك لهم. امين. نصيحة لهم. اكيد يعني بالعكس هم مشوا بالطريقة. انت استاذ كوميديا الكثير من الافراد الموجودين عندهم. اكيد اكيد هم بهذا البرنامج افصحوا عنا بطاقات شبابية حلوة واخذوا مكاناتهم. بس نراعي ملاحظتي يعني اخوية هنا. راعي الألفاظ الغير محببة بالنسبة للعائلة العراقية فقط الراعيها، أما من ناحية اختيار الأفكار والشخصيات كلش حلوة، لكن احنا دائما نقول طريقة ابتعاد عن الألفاظ الغير محببة للناس يمكن هاي تقلكم بعد أكثر. وتحياتي ومزيدا من النجاحات إن شاء الله. زين هالسنة هواية شفنا من الأعمال الحلوة خصوصا برمضان وقبل رمضان، عمل كلش أنت حبيته.
الميك اب ومواد التجميل والشباب الرياضي وحالة صحية حلوة. لكن أرجع وأقول لك اختيار المفردة الحلوة والإعداد البسيط لهذا الترويج وبالعافية عليك. عندي أسماء فنانين شباب تدعينهم يعني تنطي عندك تنطي رأيك فيهم لأنه أنت هسه داعم شفتك كثير لي الحمد لله والشكر. يعني إحنا الشباب امتداد إنه مثل ما إحنا امتداد لروادنا السبقونا. صح دكتور حسان رأيك بي أموري وش تقدم له نصيحة؟ لا شوف نصيحة ما أقدم أني نصيحة يعني جوز المقابل يعتبرها يقول لك هو شنو ينطيني مثلا نصيحة أني أو غيري. أنت سعد عدوش حبيبي ما يخاف صحيح حقك تنطي نصيحة ومن حقك تنطي رأيك. أني أنطي رأيي ولكن تعرف أنت اليوم البعض مو إلا فنان ما يقول لك ما أسمع ما على أساس طيب ما أسمع نصيحة البعض والبعض يقول لك ليش لا. ما يخص أموري صديقي وتحياتي إليه كان أحد ضيوفي في برنامج ليلة ودعدوش الله منطي كاريزما حلوة وبرز عن طريق مجموعة ولاية بطيخ زين وأمنيتي إلى أنه الدخول في أعماق الدراما التلفزيونية حتى إذا كانت يعني كوميدي. هو كوميدي هو اصلا كاركتر كوميدي كاركتر لا يعني من وجهة نظري اني ابقاء على كاركتر واحد ممكن هو يعني يصير عنده ملل ممكن آه. ممكن اذا جدد وشفناه بغير دور يمكن بعد نحبه بعد اكثر رغم هو ما تراكو ناس انا سمعت قالوا اموري امتداد لاحسان دعدوش. والله اشرف بالله الكريم اشرف و يعني اكون سعيد جدا انه هناك ناس يقتدون بينا ونقدم فن. اهم شيء تقدم فن حقيقي بعيد عن الابتداء. انا سمعت هاي من ناس يعني مهنيين قالوا احسان دعدوش واموري اللي يربط بيناتهم انه يدخلون للقلب بدون فيزا يعني. الحمد لله والشكر قلت لك يعني ظهرت مجموعه كبيره من الفنانين وانا جدا فرحان واحب انه يرتقون. طبعا هو الارتقاء ليس سهل الارتقاء بين يجي المشاهدة الخبرة والدربة. اسم الثاني أساور عزت. أساور شفناها بكثير من الأعمال ومميزة جدا كانت. أساور قدمت هواية من الأعمال حتى الكوميدية والتراجيدية كانت مميزة جدا. أساور أنا تعاملت فيها قبل ما تكون يعني قبل ما تكون معروفة. أي جديدة ما سامعها. أي نعم كان عندي سبوت تلفزيوني لإحدى الوزارات وجبتها تمثل السبوت قدمتها ك إعلامية في هذا هذا السبوت. هي عندها إمكانية أنا مش متعرف بها عندها إمكانية أنه أداء كوميدي عندها كان أغنية مسوي أغنية كوميدية أول عمل لها الأغنية بدايتها قصدي الأغنية أعتقد ظهور. بدايتها يعني ظهورها إيش كان وياك؟ لا قبل كان عندها أغنية زين أغنية هي يمكن خرجت مسرح على ما أعتقد زين كلمة جميلة شفتها بأغنية كوميدية هي قلد الاغنيه ولكن كلام كوميدي زين يعني توقفت يمها قلت هذه البنيه ممكن تصير. فعندما جت بالسبوت السبوت ما يحتاج بكوميدي كان سبوت يعني رسمي فطلعتها بغير جو. من اشتركت في مسلسل يمكن فيروس طيب هي انعرفت في فيروس وايضا اشتركت في ولاية بطيخ. ولاية بطيخ نعم امكانيه حلوه تحياتي لها ومزيدا من النجاحات والتنوع في الاداء. خالد عمران خالد من الشباب الطموحين وعاجب انه يقدم نمط جديد في الاداء الكوميدي. انطيته بعض الملاحظات في بدايه ظهوره من عند ما اجى ويانا وهو ما تمسك بها للاسف. شنو الملاحظات كانت؟ يعني انه التنوع بالاداء والخروج من عباءه الاداء النسائي. يعني مو كل الادوار نسائيه. صح. انت مدايات عندك ممكن انت تدخل بغير مجال بعد تتقمص هواي شخصيات نظل حبيس الشخصيه النسائيه. انا من حبي لها يعني بحب اقول لها عاشت حديد. ها عاشت حديد عاشت حديد يعني مثل شاق بس يعني شلون اقول لك يعني وجه جديد نتمنى اشوفها بادوار قويه. يعني انا حكمت على اساور لان شفتها من السكيل
أشكرك لهذه الفسحة من الوقت، وأشكر قناة دجلة، وأشكرك بشكل شخصي، وأتمنى لك النجاح في عملك الإعلامي وتقديم البرامج. وهي هاي العلاقة الحميمية ما بين الفنان والقناة، كل ما قدمت شيء قريب لاحتياجات المشاهد كل ما كانت هناك مشاهدات وتفاعل بها. أنا كلش أشكرك اليوم، نورتني وشرفتني، وخطوة كلش عزيزة عليك. الله يسلمك حبيبي، فرصة سعيدة تعرفت عليك. أريد آخر شيء أنت تختم بطريقة أنجلوزو. مو هو؟ أي خالف. هاي فوق العبلة. The enough in the برنامج شو اسمه هو ماكو؟ القبطان. القبطان كنا في رحلة بس بدون سويم، يعني بدون سباحة. ترى بالكنيسية فيها ما أعرفه. وداركتر ليث باهر قلنا ما أخذ بساطحة. شكرا للإعلابي عماد وفريق الفوتوغراف كلهم، وشكرا للقبطان الاصلي قاعد كبالي انه كل ساعه يبوع على الساعه اباك عندنا لعبه. الحمد لله انتهت لعبتنا، انتهى اللقاء، وكل عام وانتم بالف خير.